السلام عليكم مرحبا بكم وصباح النور ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير يا ربي يلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله سالمين اخواتي اليوم ما درت لكم لا دو كاروت حساء الجزر بطريقه مبسطه ويعني اقتصاديه ما فيها بلا لحوم ندوزو على بركه الله في الطريقه والمقادير كالعاده في وش لازم لنا في, في هذا لا سوب دو كاروت آه، الزروديه اكثر من البطاطا يعني نديرو الزروديه والبطاطا وحبيبه بصل آه، ونديرو زرودية دائما اكثر من البطاطا يعني نحبوا نبدلو نديروا آه الحساء تاع تعال... تاع القرعه آه، الكورجيت نبدلو نبدلو برك الزروديه يعني الاخرين يقعدوا هما هما البطاطا والبصل يقعدوا دائما في كامل لي ل... سوب وشنو نبدلو غير ل... بدلو غير زرودية يعني نحبو زرودية نحبو القرعة نحبو باتنجان نحبو طوماطيش يعني كاين أنواع كتيرة تاع الحساء وصحيين ويعني ياكلوهم الدراري ممكن نديروهم نديروهم خفاف ونديروهم بلائ يشربوهم بلا يعني ما يحبوا يحبوا دراري هكذا كيحبوا الاختلاف كيشوفوا حاجه مختلفه يقعد يتقبلوها كما راكم تشوفو هنا انا درت زروديه اكثر من البطاطا درت جوج حبات ونص زروديه حبيبه بطاطا نص حبه بصل ودرت لي درت فلفل الكحل الملح فلفل الابيض والملح والزيت أه وهنا ولا عندكم زبده ديرولها لها مغرف تاع زبده ثاني وخلوها تتقلى مليح 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 حتى يدخلها الطياب كي بدأ يدخل لها طياب تما باش ن... باش نمرقوها وكي نمرقوها ما نمرقوش بالماء بزاف نمرقو جوج قسمه يطيب طيب ديك الخضره ديالنا باش ما تجيناش خفيفه بزاف كيما راكم تشوفوا هاي ديك الكميه تاع الماء اللي درتها انا ماشي شرط اللحوم لحوم لحوم الحم والدجاج ولا حوايج وحد اخرين نقدروا يعني هذا لازم يكون الخضره يعني على الاقل لازم ناكلوا الخضره وفاكهة خمس انواع في النهار اغلق عليها حتى تدخلها طياب غير يعني الزرودية ما فيهاش الروح والبطاطا كيف كيف أه بالبغا ميكسور نرحيوها أه بعد كي كامل رحيت لها ستلها مغرف تاع فرماج فرماج ابيض يعني الفرماج اللي حبيتوه ديروه وهاي لك في الشكل تاعها النهائي هاي لك بصحه ولهنا نتمنى تجربوها يعني وصفه خفيفه سهله سورتو البنوتات الصغار هذو مالي بداو يدخلوا الكوزينه نتمنى تجربوها ونقول لكم صحه فطوركم صحة رمضانكم الفيديو الجاي ان شاء الله نبقيكم بسلامه سلام خواتاتي وما تنساونيش بالدعاء